الخبر الاول اللي عدنا عن تهجم المتابعين على بيسان وانس الشايب. فبيسان وانس نزلوا على حساباتهم بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات جميع قاعدين يرقصون، كلكم تجيتيهم كانوا يتمروا عليهم، انه بيسان اسماعيل طلع لها كرش وصار يتمروا عليها، وش اللي تهجموا على انس الشايب انه هو ديت ما يعبر الرقص. هذا هو الفيديو حبايب قدامكم، اكتبوا لي حبايب بالكومنتات هل هو يستحقون هذا التهجم اللي تعرضوا له او لا. الخبر الثاني عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر. فاول يوتيوبر عدنا هو وسام تيكت، فوسام نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات بيه واحد من المتابعين يقول له انه هل راح تنزل مقطع اليوم او لا. رد عليه وسام تيكت انه للاسف ما راح يقدر ينزل مقطع اليوم، ولكن راح ينزل ان شاء الله بالاسبوع الجاي، راح ينزل مقاطع خرافيه. اما اليوتيوبر الثاني عدنا فهو ريدر، فريدر نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات على من خلالها انه راح ينزل اغنيه راح تنزل يوم الاثنين، اللي راح تكون بانه لا تفكر. بالاغلب صار اتوقع هالموضوع يمكن يكون ديستراك، فممكن تكون ديستراك على وسام تيكت، او ممكن تكون سبب مشكلته ويا ياسو، ما ادري صراحه. كنا احط لكم الستوريات شوفوها كامل عم تعرفون القصه بالكامل. هلا حبايبي، شلونكم؟ وياكم ريدر. طبعا بهذا الستوري ما راح احمسكم على الاغنيه، بالعكس بهذا الستوري راح احكي لكم شغلات بقلبي من صدق. يعني الاغنيه كلش تعبت عليها، يعني تعبت عليها كلش كلش، وخاصه هسه حاليا انا راح ابدي بتصوير الفيديو كليب. ليش راح ابدي حاليا بتصوير الفيديو كليب؟ لانه والله اضطريت اتاخر شويه، سويت كذا اغنيه وريت انزل لكم اياهن، هذول الاغاني اللي سويتهن، بس انا ما اقتنعت بهن. وانا شيء ما مقتنع به حتى لو اكون تعبان به اسابيع ما انزل لكم اياهن فعلا والله العظيم. فهاي الأغنية يعني صدق تعبت بيها كلش كلش، تعبت بيها على مود بس أنتوا يعني تسعدكم أو تفتهمون إحساسي أو تعرفون الشغلات اللي كنت أحس بيها بهاللحظة أو بهاي الأغنية، يعني خاصة لأنه فعلا طلعت أغنية مثل ما أريد أنا بالضبط، وأعتبرها طفرة جدا كبيرة بالنسبة للستايل اللي راح تسمعون بي، لأنه هذا الستايل أنتوا ما سامعيني بي قبل وما تعرفون يمكن أنه أنا أسوي هيك ستايل. فحبايب ان شاء الله الستايل يعجبكم، ان شاء الله الاغنيه تعجبكم. يعني اتمنى اذا ما عجبتكم الاغنيه، يعني انا مستحيليه ما راح تعجبكم، بس اذا ما عجبتكم اتمنى تقدرون التعب اللي تعبته. يعني اتمنى من تنزل الاغنيه تدعموها باي شكل من الاشكال، تحرقوها حرق، لان صدقوني الاغنيه كلش تعبت فيها وكلش راح تعجبكم، متاكد انا 100%. والاغنيه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله راح تنزل يوم الاثنين، يعني هذا اقصى شيء اقدر انزله بهذا اليوم، لانه بعد عندي 100,000 شغله لازم اخلصها بالاغنيه، لازم الاغنيه تكون بيرفكت، شيء بيرفكت ما ينزل. انا اريد حماسكم يوم الاثنين يبين ايش قد انتم كنتوا متحمسين للاغنيه، ان شاء الله تنال اعجابكم، ان شاء الله يعني الاغنيه مثل ما انتظرتوا انتم تطلع بعينكم وبعيني انا همين. يعني يوم الاثنين نتقابل ويا الاغنيه، يمكن ما حنزل فيديو لحد يوم الاثنين، يمكن انزل لكم فيديو قبل يوم الاثنين ما اعرف متاكد، بس نتلاقى يوم الاثنين وان شاء الله تعجبكم الاغنيه. بيس. الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وكشفوا من حقيقه نور ستار وخفاها الاسم اسامه مرو من التعليقات اللي عدها. اما لسعه سبب فانتم تعرفون بسبب مشكلته هي نارين بيوتي، والستوريات اللي نزلتها اللي صارت تتهجم بها على الاشخاص اللي قاعدين بالامارات اللي هم اليوتيوبر، فصاروا يتهجمون عليها اللي هم متابعين اسامه مرو، رغم انه هي قالت انه ما دخل نص وصاله بالموضوع، فقررت انه تخفي اسمها من الكومنتات اللي عدها. اما بالنسبه للدليل انه تخاف مقطع نزلته من زبيعه التعليقات ونكتب اسامه مرو، بعد نروح على الكلمه ثلاثه ثواني عم تلف التعليق وتعليق الاشخاص على قورايه بما فهم زين، راح نغير الحساب عم نشوف اللي تعليق حطها للناس او لا، بغير الحساب من زبيعه التعليقات ورحنا على الكلمه ثلاثه ثواني راح نشوف انه تعليق ما ظهر ولا ما تعليق هذول الاشخاص ثانيا ظهر. فاكتبوا احبابي بالكومنتات شاركوا بحركه اخفاء الاسم مسمره من التعليقات اللي عدها. الخبر الخامس اللي عدنا عن فضيحه انس الشايب واللي هو بدون ملابس. فانتشر واحد من المقاطع على التيك توك، وبهذا المقطع كان بي انس الشايب اللي هو بدون ملابس تقريبا، بعدها يجي عليه شخص ويسوي وياه اشياء زائد 18. اقول ما راح اقدر احط لكم الفيديو بالكامل، الفيديو بالكامل يعني ما اقدر احطه حاليا بقناه الصراحه ممكن تنظر، ولكن راح احط لكم اياه بقناه ثانيه واللي هي قناه معمار اللي تحولت حاليا لقناه لصديقته اسمها تنسيم، راح احط لكم رابط قناتها بالوصف. اول ما توصل 50,000 مشترك راح تحط لكم الفيديو بالكامل، والفيديو الصراحه بالكامل راح تنصدم مضمون من حقيقته. هذا الجزء بسيط بس من الفيديو، شوفوا انه هو انس الشايب وهو بدون ملابس وشاز 18 باشا راح تشوفوها، لكن ما راح تشوفوها بقناتي راح تشوفوها بغير قناه. وبس والله حبايب راح احط لكم رابط بالوصف، راح اشتركوا عليها واكتبوا لي بالكومنتات هل انصدمتوا او لا. الخبر الخامس اللي عدنا عن ابو فله وصول قناته باليوتيوب لل 15 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك واقبال 20 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب انه تباركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز. وبس والله وصلت المقطع حبايبي، مثل ما قلت لكم لا تنسون تشتركون بقناة عمار او هي قناة تنسيم اللي صارت عمار، كل يوم راح تنزل بيها فضائح لانس شايب. وبس كان كوفيت زي ما قلت لكم القصص، مع السلامة.